صباح النور ابو احمد، الله يعطيك يسعد العافيه. صباحك واخ حسن. حبيبي عبد الشرقاوي. صباح. حسن الشرقاوي طبعا من مزرعه ابو عدي، بدنا نفرجيكم فاجأة الصبح. تفضل عشاق الافاعي وادي الاردن، صباح الخير. داخل الغرفه، داخل غرفه الاخ حسن هنا. بنايم هو وياها باقي. نقول له الف الحمد لله على السلامه. الله يعطيك الف عافيه ابو احمد. الله يعافي قلبك. طبعا مسكنا كمان حنيش، الحنيش موجود بالسياره، الحنيش غير ضار بس بنخاف الشغلات منه، بدنا نبعده عن منطقه امنه. يا اخوان الان احنا نحذر هالموسم هذا على خروج الافاعي السامه اللي هي الفلسطينيه والحراش المنشريه بشكل كبير جدا. نتمنى السلامه للجميع. الشغله الثانيه، انا بشكر حسن، هاي شو لابس هيك حذاء الساق طويل؟ المعلم مش لابس حذاء ساق طويل، المعلم مش لابس حذاء ساق طويل. يا اخوان اتمنى المزارعين حذاء ساق طويل. الشغله الثانيه، مسك الافاعي مش مرجله ولا هو فرد عضلات. ها مسك الافاعي ما هو مرجله ما قصر عضلات. برضو ابو احمد ما قصرش، بس رنينا عليه اجى على الدعسه. احنا بخدمه الجميع حبيب ابو احمد. انا اتمنى السلامه للجميع. الشغله الثانيه، لا احد يمسك اي افعه، واللي يشوف اي افعه يحكي معنا احنا نتصرف نمسكها. يا اخوان اللي بده يصور مع افعى، اللي بده يصور مع حنيش يجي علينا، على اي واحد من اعضاء الصفحه احنا نخليه يصور معها. اما انك تروح لحالك تمسك حنيش او تمسك افعى او اي نوع، هذا الشيء غلط. اخواني لا احد يمسك اي نوع افعى نهائيا، الافاعي خطره، قنبله موقوته. كل الحب والاحترام. اليوم الجمعه قد ايش تاريخ؟ 26 23 3. كل الحب والاحترام للجميع. يعطيك العافيه.